السؤال عن دعاء اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، ليعلم أن المسلم مأمور شرعا بالدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن لا يحدد زمنا ولا يحدد مكانا ولا يحدد عددا ولا يرتب على ما دعاه أجرا أو فضيلة، وأن تكون ألفاظ هذا الدعاء سليمة ليس بها ما يخالف الشرع، فليس المسلم بمنهي عن الدعاء، بل إذا توفر ما سبق فالدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي، لكن التحديد بالزمن أو بالمكان أو بالعدد أو ببيان الفضل هذا ليس للناس، وإنما هو للشرع، فما جاء به الشرع عملنا به. أما هذا الدعاء فهذا الدعاء به نظر، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، من أوجه: أولا أنه حسب البحث لا يوجد في كتب السنة لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا أن الناس يحددون هذا الدعاء في رجب وفي شعبان، وأين لهم الدليل على تحديده؟ لماذا لم يقولوه في جمادة أو في ربيع أو في محرم؟ ثالثا أن الدعاء بإطالة العمر لبلوغ الإنسان إلى زمن معين مطلقا نهى الإمام أحمد رحمه الله وكره أن يدعو الإنسان بإطالة العمر إلا إن حدد على طاعة الله عز وجل، فقد يبلغ رمضان ولا يوفق، فليس المقصود فقط أن الإنسان أنه يبلغ رمضان أو الأزمان الفاضلة، وإنما المقصود أن يبلغها لكي يؤجر فيها. رابعا أن جملة اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، يعني اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين، لم نفقد أحدا، غير مفقودين يعني لم يفقدنا حبيب، هذا فيه عدم توافق، لأنه إن بلغك رمضان فلن يفقدك الحبيب، إذن جملة غير مفقودين لا يتوافق مع قوله اللهم بلغنا رمضان، لأنه إن بلغك فإنك لن تفقد. خامسا أن هذا الدعاء به جملة فاقدين وغير مفقودين، لماذا هذه الجملة بالفقد وعدم الفقد؟ لما لم تكن جملة أخرى؟ يخشى بالإتيان بهذه الجملة أن يكون هناك اعتقاد في الذهن من أن رجب وشعبان هما شهران يكثر فيهما الموت، وقد ورد حديث في رجب وفي شعبان أن الأرواح تحصد فيهما حصدا وأن الموت يكثر فيهما، وهي أحاديث باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخشى أنه أتي بهذه الجملة غير فاقدين ولا مفقودين من أجل ما ترسب في الأذهان من أن شهر رجب وشهر شعبان يكثر فيهما الموت، ولذلك هذا الدعاء به نظر لهذه الأوجه السابقة. وإذا كان كذلك فإن فيه فتحا لباب التشاؤم من شهر رجب ومن شهر شعبان وهما كسائر الشهور.